بس احنا برضو كان ثقتي في الرجاله بتوع الهيئه وبتوع الكركاب بالذات لانهم عندهم خبره كبيره جدا جدا اكتسبوها على مدار سنوات من العمل في التكريم، فكنت واثق ان الموضوع ده هينجح لان هو ما كانش فيه بديل تاني. يعني كان خلاص احنا كنا جربنا موضوع الشد والقطر والكلام ده كله وكانت الموضوع مش جايب نتيجه يعني. فكان الحل ان كانت المقدم بتاع السفينه داخل جوه البنك ده من حوالي 8 متر ل 12 متر بلبس ميه، فكان لازم عمليه التكريك من تحت في المقدم بالذات علشان تجري الميه من المقدم تقدر تسحب. فدي كانت اسلوب جديد احنا استخدمناه في عمليه التكريك ونجح معانا. الاسلوب الثالث اللي هو السيناريو الثالث لما كانتش نجحت ان احنا كنا هنعمل عمليه تخفيف، وده كان هيدخلنا في موضوع ياخد من ثلاث لست شهور، وبالتالي كانت هتبقى عمليه صعبه. فاحنا الحمد لله احنا كنا بنشتغل بحرفيه تامه، ودي مش اول مره نعمل انقاذ للسفن في قناه السويس يعني الموضوع، بس دي يمكن دي كانت معقده شويه، لكن المفاتيح بتاعت الموضوع معانا في ايدينا. لكن المركز كانت صعبه فاخذت مننا المده دي والمجهود الكبير ده، ودخلنا اسلوب جديد اللي هو اسلوب التكريم.